أبوس ترابك يا حلب، أبوس ترابك يا حلب. قلعة حلب درة المدينة وتاجها ومثار فخرها. تشرف القلعة على المدينة من جميع جهاتها، حيث تتربع على تلة في وسط المدينة، وتعتبر واحدة من أهم المعالم الأثرية والسياحية وأقدم وأكبر القلاع في العالم. ويعود تاريخ القلعة إلى عصور قديمة جدا. تعتبر قلعة حلب رمزا معماريا هاما وسطرا في كتاب أو في سفر الخلود لهذه المدينة الخالدة التي تعانق الخلود، فهي كالعنقاء كما وصفها المؤرخون، هي دائما في عناق مع الشمس والخلود. هذه القلعة الهامة التي تتربع على جزع مخروطي بمساحة حوالي 7 هكتارات، تعتبر من أكبر قلاع العالم مساحة، ومن أهم قلاع العالم من ناحية المعمارية العسكرية التي قام ملكها ملك حلب الظاهر غازي بالإبداعات المعمارية الهامة التي نلمسها، والأبراج الدفاعية والبرج الدفاعي المهم الذي يتقدم القلعة والذي منها يدخل إلى القلعة، بالإضافة للجسر الطويل الذي أقيم على 8 قناطر متخللة حتى دخول الماء، ولا تزال شاهدة شامخة تملأ أفق حلب بشيء من الرهبة والهيبة لهذا التاريخ العظيم لمدينة حلب. تعلو القلعة ما يقارب من 40 مترا عن مستوى مدينة حلب، ويحيط بها سور شبه دائري وعدد من الأبراج والأبواب، أهمها باب الحياة وهو الباب الرئيسي، وتحوي أقساما رئيسية هامة، منها قاعة العرش التي زينت واجهتها بزخارف حجرية رائعة، وقاعة الدفاع الكبرى وغيرها، عدا عن الممرات تحت الأرضية المتصلة بالأبراج لتصل إلى الخارج. نوع المعماري الذي نلحظه، يعني كل ما مشي الإنسان 10 متر 15 متر يمر على حقب زمني. هذا التنوع التاريخي لهذه القلعة تدل على أن هذا الموقع ولد مع التاريخ. طبعا الزائر لقلعة حلب يأخذ طاقة إيجابية عظيمة من هذه القلعة من خلال تفاعل هذا الزائر مع العمارة والتاريخ في هذه القلعة، وحقيقة المسرح الذي تم بناؤه في قلعة حلب في العام 1980 خلق التفاعل بين المجتمع الحلبي وقلعة حلب. وتعتبر القلعة واحدة من المعالم السياحية وموقع للدراسات والبعثات الأثرية، كما أن المدرج يستخدم حاليا لإقامة الحفلات الموسيقية والفعاليات والأحداث الثقافية. عندما تقول حلب يعني أنك تشير إلى قلعتها درة المدينة ورمزها، إحدى التحف المعمارية وواحدة من أقدم القلاع التي تنبض بالحياة في العالم. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب الشهباء.